الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن كل سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Sadaqallahul Azim. Meine verehrten Geschwister, genau vor 25 Jahren, das heißt am 11. Juli 1995, fand mitten in Europa ein großer Völkermord in der Stadt Srebrenica in Bosnien-Herzegowina statt. Nach den amtlichen Angaben wurden annähernd 8.400 bosnische Muslime, bestehend aus Frauen, Männern, Jugendlichen, Senioren und Kindern seitens serbischer Soldaten grausam ermordet. Ihre Leichen wurden zerstückelt und zusammengescharrt in Gruben begraben. Allen voran
verurteile ich dieses Vergehen gegen die Menschlichkeit. Ich hoffe, dass die Welt Lehren aus diesem Völkermord und ähnlichen großen Massakern zieht. Daneben wünsche ich allen Gefallenen Allahs Barmherzigkeit und Vergebung. Der erhabene Allah hat die Menschenrechte unter Schutz genommen und gesagt: Und wer einen am Leben erhält, soll so sein, als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten. Wie wertvoll sind doch die Worte des bosnischen Präsidenten Alija Izetbegovic. Schließlich sagte er nach dem Krieg: Anstatt einen Sieg unethisch einzufahren, bevorzugen wir eine moralische, verantwortbare Niederlage. Man verliert einen Krieg nicht, wenn man stirbt, sondern wenn man so wird wie sein Feind. Ich beende meine Freitagspredigt mit den Worten unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er bei seiner Abschiedspredigt zum Ausdruck brachte. O Menschen, jeder kann nur für selbst begangene Verfehlungen belangt werden. Weder sollt ihr selbst Unrecht zufügen, noch soll euch Unrecht zugefügt werden, und bewahrt euch davor, andere zu unterdrücken. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل بلاد المسلمين. عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Kıymetli müminler, aramızdaki mesafeye dikkat edelim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.